هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن به. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. إحنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. إحنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاع ناس أحياء كيف تخلوا عنا؟ ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا أثناء حرب التحرير، عندما تعهدنا بأننا سنخوضها حربا شعوى حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل سماته. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. عشر السكان نتاعنا، 8 سنوات نتاع الحرب، التشريد، التقتيل، السجون، والناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقع نعم، هذا التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. كنا نتمنى أن تستمر المعركة، المعركة على مستوى المغرب العربي، لكي نبني مغربا عربيا أساسه وقاعدته مصلحة الشعوب. ولكن المصلحة الاستعمارية ومصلحة الطبقات حالت دون تحقيق هذا الهدف، وحالت دون تحقيق هذا الحلم.